افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. ايها الاحبه في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا هو اللقاء الثامن عشر في هذه السلسله العلميه الايمانيه المباركه بعنوان افلا تذكرون. التذكرة مهمة أيها الأحبة، وكنا على مدى عدة لقاءات سابقة تحدثنا عن موضوع مهم جدا، وقلما نلفت أو نلتفت له أو ننتبه له، وهو موضوع فن إدارة الوقت. هذا الوقت هو أول شيء ستحاسب عليه. من الأشياء الأربعة التي أنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة أول شيء عن عمرك فيما أفنيته هذا الوقت هذه النعمة التي وهبك الله إياها نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الوقت فلذلك هذا الموضوع مهم جدا ايها الاحبه لان معظمنا يبدد معظم وقته نسبه الذين يستثمرون اوقاتهم بشكل فعال قليله جدا ايها الاحبه للاسف اليوم غير المسلمين هم من يطبق تعاليم القران في استثمار الوقت للاسف الشديد طبعا بعض تعاليم القران مثل الصدق والعداله واتقان العمل والصدق في المواعيد والالتزام بالمواصفات القياسيه وهذا مبدا قراني على فكره يعني ابتعدنا عنه فتخلفنا كثيرا واخذ به الغرب وغير الغرب فتقدموا وتطوروا اليوم أيها الأحبة سوف نتحدث عن تقنية مهمة جدا في استثمار وقتك وأنت نائم. الإنسان قلنا في اللقاء الماضي ينام ربع عمره إلى ثلث عمره يقضيه في النوم. يعني تقريبا من 25 إلى 35 بالمئة من عمرك او من وقتك هو فتره نوم ليس منها اي فائده طبعا الجسم يستفيد منها الدماغ يعمل الاكتشاف العلمي ايها الاحباء الذي حدث مؤخرا يقول بان الدماغ ينظف نفسه من السموم اثناء النوم يعني يستفيد من فتره النوم عندما ينام الانسان وتهدأ اعضاؤه فإن هذا الدماغ يبدأ بالعمل بصوره عاليه جدا يقوم بتنظيم الذكريات معالجه المعلومات التي اكتسبها طيله اليوم بتنظيف السموم هذه السموم المتراكمه في الخلايا ينظفها الدماغ اثناء النوم ويطردها هي فتره راحه للدماغ ولكنها فترة عمل راحة للجسم عفوا ولكنها فترة عمل بالنسبة للدماغ لا يتوقف تماما مثل القلب هل يتوقف قلبك وانت نائم؟ لا يتوقف يبقى يضخ الدم ولو توقف لمات الانسان لذلك ايها الاحبة من الاكتشافات المهمة ان دماغك يبقى في حالة عمل اثناء النوم ويعالج المعلومات هذه هذا الاكتشاف الاول الاكتشاف الثاني ان الانسان عندما ينام تتوقف جميع الحواس مثل اللمس والتذوق والشم هناك انسان قد يموت مختنقا وهو نائم بسبب رائحه الغاز او رائحه حريق ولا يشعر لا لا يتنبه دماغه الى هذه الى الى هذه الرائحه لان حاسه الشم او التذوق متوقفه حاسه لمس تتوقف تبقى حاسه والنظر ايضا البصر يتوقف تبقى حاسه واحده هي السمع لا تتوقف من رحمه الله سبحانه وتعالى انه جعل هذه الحاسه تبقى في حاله عمل اثناء النوم لتنبهنا الى الاخطار التي من الممكن ان تحدق بنا. يعني مثلا هناك خطر حدث اثناء النوم في الليل وسمعت احد يصرخ ممكن طفل رضيع سقط على الارض او يؤذي نفسه فيصرخ فالام اذا كانت نائمه مباشره تستيقظ لان دماغها يعمل. وبالتالي يقوم الجسم برد فعل وياخذ اجراء انه يستيقظ لانقاذ هذا الطفل، فهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى ان حاسه السمع تبقى في حاله عمل ايها الاحبه. طيب اصبح لدينا اذا حقيقتين الدماغ يعمل ينظم المعلومات ويرتب الذكريات وحاسه السمع تعمل اي انك وانت نائم عندما تسمع ذبذبات صوتيه فانها تدخل عبر الاذن الى الدماغ تتحول الى اشارات كهربائيه يبدا الدماغ بالتعامل معها على انها معلومات ينبغي ان يقوم بترتيبها وتخزينها وتنظيمها ومن هنا اخترعوا تقنيه تسمى التعلم اثناء النوم. تقنيه جميله جدا يستخدمونها ايضا في علاج الاطفال، فهناك عدد من الاطفال المرضى او الاطفال الذين لديهم بعض الامراض المزمنه يعالجونها بالموسيقى اثناء النوم، هذه الترددات الموسيقيه تدخل الى الدماغ فتحدث نوعا من التهدئه. طبعا ايها الاحبه الترددات الموسيقيه بسيطه جدا عباره عن نغمات ومع ذلك لها اثر شفائي كيف بكلام الله تبارك وتعالى كلام الله اذا استمعنا اليه بصوت مقرئ حسن الصوت او عذب الصوت فيه هذه النغمات او العلامات ال ال التي يعني يتناغم معها الدماغ ويهدأ لسماعها وفيه معاني لغويه واعجازيه وقصص وعبر واعجاز نفسي عظيم جدا تدخل كل هذه المعلومات الى دماغك بالاضافه الى ذلك قلنا هناك قوه شفائيه في هذا القران قوه شفائيه غريبه لانه كلام الله والله أنبأنا عن ذلك عندما قال وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين إذا ينبغي عليك أيها الإنسان أن تستثمر فترة النوم كل يوم بالاستماع إلى القرآن الكريم وأسهل طريقة أن تضع قريبا منك ولكن على بعد مترين تقريبا جهاز موبايل مثلا أبسط وسيلة اليوم طبعا تبعده مترين لتجنب آثار الموجات الكهرطيسية التي يبثها لأنها تؤثر على الدماغ وتشغل صوت القرآن وهناك برامج اليوم تستطيع أن تضع صورة معينة وتكررها طبعا أنا أفعل ذلك تكرر هذه السورة طيلة فترة النوم فتجد أنك أثناء النوم أولاً، أول شيء، يعني أول فائدة ليس هناك أحلام مزعجة تتخلص منها. تنام بسرعة. ليس هناك قلق واضطرابات، يعني هذا الأسلوب مناسب لعلاج اضطرابات النوم. الشيء الثالث أن هذه الصورة التي تسمعها أنت الآن وأنت نائم. تدخل هذه المعاني الى دماغك فيقوم الدماغ بمعالجه هذه المعلومات وتخزينها مثلا عندما تسمع ايه ايه معينه لنقول مثلا الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز هذه الايه عندما تسمعها وتكررها هذه الآية في سورة الشورى عندما تسمعها وتتكرر هذه السورة وتتكرر هذه المعلومة تدخل إلى الدماغ فتحدث أثرا تشعر بنتيجة هذه هذا الاستماع المتكرر تشعر بأن ثقتك برزق الله أصبحت أعلى مع العلم أنك ستستيقظ وأنت لا تتذكر ما الذي حدث ربما لا تتذكر ولكن سوف تشعر بـ بـ بثقه اكبر ان الله هو الذي يرزق يرزق الله يرزق من يشاء الله لطيف بعباده لطيف بعباده تشعرك بان الله معك ولطيف بك فتعالج الوساوس والخوف التي يعاني منها بعض الناس تعالج خوفك من المستقبل. يعني مثلا عندما تسمع اذا كنت تستمع الى مثلا سوره يوسف عليه السلام، سوره عظيمه جدا انا انصح بالاستماع لهذه السوره اثناء النوم وبخاصه للاطفال. عندما تسمع وانت نائم مع انك لا تشعر ولا تدرك ماذا تسمع ولكن في داخلك خلايا الدماغ تقوم بالعمل والتنظيم والتفاعل مع كلام الله تبارك وتعالى، فعندما تسمع قول الله عز وجل على لسان سيدنا يعقوب عندما قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. عندما تستمع هذا النداء كل يوم عدة مرات وأنت نائم لا تيأسوا من روح الله سوف تشعر بقوة غريبة تجعلك تتفائل وتجعلك أكثر أملا وتجعلك أكثر قربا ويقينا وثقة بالله عز وجل لذلك هذا الأسلوب أيها الأحبة هو علاج لمشاكلك اليومية يعني أنا مثلا لدي مشاكل طول اليوم عندما أستمع إلى القرآن طول الليل أو فترة النوم أستمع إلى القرآن طيلة فترة النوم وتدخل هذه الآيات وغيرها وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله تدرك مباشرة وأنت نائم أن الله إذا أراد لك الخير لن يرده أحد فيطمئن قلبك طيلة اليوم وتستطيع أن تستثمر وقتك بصورة أفضل لأن معظم الذين لا يستطيعون القيام بأعمال مفيدة أثناء النوم فيلجأون إلى مواقع مثل يوتيوب فيسبوك وغير ذلك لرؤية بعض المقاطع يعني المضحكة أو بعض المعلومات ممكن أن تكون في مجال الفن أو السياسة أو غير ذلك من المواضيع التي أو الرياضة أو كذا فأنت تضيع جزء كبير من وقتك خلال النهار وأنت تشعر أنك غير قادر على أن تشاهد الفيديوهات العلمية أو الإيمانية أو أن تستمع للقرآن خلال النهار أو أن تتدبر القرآن أو أن تأخذ معلومات مفيدة تطور بها حياتك ودماغك وتطور بها مستواك الثقافي ما الذي يجعلك عاجزا عن التعلم وزيارة المواقع المفيدة فتلجأ إلى هذه المواقع السهلة التي لا تحتاج إلى تفكير كثير العمليه بسيطه ايها الاحبه الذي يجعلك تقوم بذلك انك في داخلك غير مطمئن لديك مخاوف لديك هموم لديك مشاكل لا تجد لها حلا فتجد نفسك انك تلجا الى هذه الوسائل لحرق الوقت وهذا اخطر شيء ان كثير من الناس يقومون بحرق اوقاتهم فانت عندما تقوم بحرق هذا الوقت له اسباب هذه الظاهره لها اسباب ايها الاحبه الشعور بالملل بالضيق بالهم بالحزن احيانا بالاكتئاب فقدان الثقه من كل شيء فقدان الثقه من الله عز وجل لذلك ايها الاحبه اقول دائما ان استماعك للقران اثناء النوم له مفعول السحر هذا الكلام الذي يدخل الى دماغك يعطيك طمأنينه الله تعالى يقول: "الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب" فانت عندما تضمن ان قلبك مطمئن ثقتك بالله عاليه جدا أه تريد ان تقوم باعمال الخير والبر لان هذه الدنيا قصيره هذا هو تاثير القران عليك من دون ان تشعر حتى وانت نائم. تريد ان تقوم بالدعوه الى الله، تريد ان تقوم بعمل صالح لكي تلقى به الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم فتجد ان وقتك اصبح امامك متاحا والهموم زالت الطمانينه والسكينه ملأت حياتك وبدأت بالانتاج. إذا المعادلة بسيطة إذا أردت أن تطمئن وتستثمر وقتك في النهار استثمر نومك من خلال الاستماع إلى سورة محددة من سور القرآن تكررها طوال فترة نومك سواء بالنهار أو بالليل هذه أحد الطرق الفعالة جدا أيها الأحبة و علميا صحيحة يعني أنا أقول لكم حقيقة علمية صحيحة مئة بالمئة ومجربة وهي صحيحة بنسبة مئة بالمئة فأتمنى كل إنسان أن يجرب هذا الأسلوب في حياته ليستثمر وقت النوم هنا قد يقول قائل يعني يردني أحيانا السؤال هل يجوز ان نستمع الى القران من خلال الشاشه او التلفزيون او الكمبيوتر او موبايل او جهاز تسجيل يعني من خلال جهاز الكتروني ونحن ناكل او نشرب او ننام او ندرس او كذا انا اقول نعم ايها الاحبه لماذا لان هذه الاجهزه الالكترونيه ليست بشريه الايه تقول لنا واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. فهذه الآية تعني أنك إذا كنت تجلس في مجلس يقرأ أو يتلى فيه القرآن عليك أن تستمع. لا يجوز أن تلهو لكي لا تشوش على الآخرين ولكي تحقق فائدة كبرى من خلال هذا الإنصات أو الإصغاء لكلام الله. أما اليوم حكم الأجهزة الإلكترونية يعني يعني القرآن الكريم الموجود على جهاز الموبايل هو عبارة عن صفر واحد صفر واحد عبارة عن شفرة رقمية يعني ليس كلام مكتوب وليس كلام مسموع حقيقة ولكن بطريقة ما يتم تحويل هذا هذه يعني النبضات صفر واحد واحد صفر إلى آخره يتم تحويلها الى صوت مسموع. وبالتالي هذا الصوت ليس صوتا حقيقيا. فلا تنطبق عليه احكام الايه القرانيه بضروره الانصات. مع العلم انه الافضل ان تنصت. مع العلم ايها الاحبه انك اذا استمعت للقران من صوت جهاز تسجيل الافضل ان تنصت. ولكن في حال انك تستمع وانت نائم فهذا شيء طيب، وانت تأكل هذا شيء طيب، وانت مثلا تجلس آآ آآ لتتأمل في الطبيعه في كذا فهذا شيء طيب، وانت ذاهب الى العمل في السياره شيء طيب ايضا لا يضر ليس منه ضر لان هذه اجهزه الكترونيه. فلا يمكن أن نطبق عليها يعني أنا الآن مثلا ممكن أن ألمس هذا الموبايل فيه القرآن كامل يمكن أن يلمسه إنسان غير متوضئ فلا نقول له هذا محرم لأن الموجود هنا عبارة عن شفرة شفرة رقمية فقط يعني وليست هي كلام الله حقيقة مثل المصحف لذلك أيها الأحبة الحقيقة أود أن لا أطيل عليكم وأختم بملخص لهذه الحلقة. أول شيء أيها الأحبة أن فترة النوم مهمة جدا. فترة الإفطار أو الغداء أو العشاء أو الزمن الذي يضيعه الإنسان على أعماله اليومية أو الاعتيادية أو أثناء العمل أو في مثلا السيارة أثناء ذهابه إلى العمل أو الدراسة أو كذا يضيع وقت كبير جدا هذا الوقت اذا تم استثماره بالاستماع الى القران فقط الاستماع وتحاول ان تستمع بخشوع ليس مجرد ان تلهو وتترك القران يعمل لا ان تستمع بخشوع ان تركز مع كلام الله تبارك وتعالى الحقيقة النتيجة المؤكدة مئة بالمئة وهذا عن تجربة طبعا أن حياتك كلها ستتغير بمجرد أن تستمع للقرآن يعني الآن هناك الكثير من البيوت فيها مشاكل مشاكل أسرية بشكل عام جربوا هذه هذا الأسلوب البسيط حاول ان تضع صوت القران ليلا نهارا في هذا البيت فقط بحيث انك تستمع وانت نائم او وانت جالس او وانت في كل احوالك سوف تجد بالفعل ان الحياه تغيرت لان الملائكه ايها الاحبه تحضر لتستمع الذكر على فكره يعني ملائكه الله تبارك وتعالى ياتون يتتبعون مواضع الذكر وهذا الصوت صوت القرآن عندما يعمل في هذا البيت فهذا سبب لحضور الملائكة ولطرد الشياطين. وبالتالي بالإضافة للفوائد التي ستجنيها أنت أيضا ستبعد الشيطان عن حياتك وبيتك والشيطان معروف أنه يحاول أن يضيع وقتك لأضلنهم ولأمنينهم إلى آخره. تعهد بإغواء البشر كيف يغوي البشر من خلال جعلهم يضيعون أوقاتهم في أشياء تافهة وأخيرا أيها الأحبة أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات وهذا الموضوع طويل وسيمتد إلى لقاءات ولقاءات إن شاء الله نستودعكم الله وعلى أمل أن نلتقي بكم لنتابع هذا الموضوع في اللقاء القادم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته فبأي حديث